الرابعة تحصل على حقوق الدور السويدي الممتاز لكرة القدم، وأندية الدور الممتاز مستاءة من عدم وضوح آليته، والمنتخب الوطني تعثر تلو الآخر دون حلول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا ومتابعينا عبر الرابعة، أهلا بكم وحلقة جديدة من صوت الملاعب. القناة الرابعة مستمرة في حصد الحقوق، وهذه المرة وصلنا إلى السويد، إلى الدور السويدي الممتاز بكرة القدم. الهدف من البحث عن هذه الحقوق هو أن نطلع المشاهد العراقي عموما والرياضي خصوصا على أداء لاعبينا، على مستوى لاعبينا، أن نسلط الضوء على مجموعة من اللاعبين العراقيين الذين ينشطون بالدور السويدي ويعيشون هناك. الدور السويدي سيكون عبر قناة الرابعة الرياضية بالاستوديو التحليلي بتغطية إن شاء الله ستكون مميزة لمباريات اللاعبين العراقيين والمباريات الأخرى بالنسبة للدور السويدي الممتاز بكرة القدم. وهذه الحالة تحدث لأول مرة على مستوى الشرق الأوسط بأن ينقل هذا الدوري عبر القنوات العربية، والهدف منه كما ذكرت هو أن نطلع عن كثب على أداء اللاعبين، وأن لا نحتاج إلى مقاطع فيديوية، ولا تتكرر القصة في كل موسم أنه إحنا ما شفناهم ما نعرفهم ما نشوفهم، فراح نجيب لكم إياهم. وإن كان لم يتبقى على الدوري السويدي إلا بضعة مراحل، لكن سنطلع على مستواهم، وهذه المرحلة الأهم التي يدخل بها منتخبنا الوطني بكرة القدم على مستوى تصفيات كأس العالم. وعلى ذكر المنتخب الوطني، لدي خبر مهم جدا 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 بالنسبة للمنتخب الوطني، يعني كنت أود الاحتفاظ به إلى يعني منتصف الحلقة، لكن ذكرت المنتخب الوطني. ربما وبشكل مؤكد وبنسبة كبيرة سيتم التخلي عن الجهازين الفني والإداري العراقيين في المنتخب الوطني. أكرر، الجهازين الفني والإداري بالمنتخب الوطني بشكل شبه مؤكد، وربما سيصدر القرار يوم غد أو بعد غد، سيتم التخلي عن رحيم حميد وباسل جورجيس بالمنتخب الوطني. بالإضافة إلى ذلك سيتم إقصاء أسماء كبيرة من المنتخب الوطني، وحسب معلوماتي يعني على رأسهم علي عدنان، سيتم إبعادهم عن المنتخب الوطني بقرارات فنية من مدرب المنتخب الوطني. هناك قرار إداري من اتحاد كرة القدم على مستوى الإدارة، هناك قرار فني من المدرب، وأيضا رئيس الاتحاد عدنان درجال سيتواصل بنفسه مع عوائل اللاعبين العراقيين خارج العراق لكي يسمع منهم حقيقة ما يجري بالمنتخب الوطني. القصة يبدو يعني بعد ما حدث بالإمارات هناك عاصفة تغيير بدأت يعني بشكل مؤكد من دبي، وستصل إلى العراق من خلال هذه التغييرات. أذكر بأن الدور السويدي سوف ينطلق الأسبوع المقبل على قناة الرابعة الرياضية وتردد 12604 بتردد الرابعة الرياضية. على الجانب الآخر، الدور العراقي، أندية الدور العراقي ممتعضة، لا يعرفون آلية الدور، يعني بالنهاية كم فريق يصعد كم فريق ينزل، هاي قصة غامضة، تبدو غامضة إلى الآن يعني بالنسبة لبعض الأندية، لا أعرف آلية المسابقات تحديدا، يعني تركت الأمر لمجلس إدارة الاتحاد الجديد أم أنه القصة غير محسومة من قبل لجنة المسابقات. عموما يعني هذه القصة النهايات المفتوحة، نهايات غريبة جدا، وهذا ما تحدث به مشرف فريق نادي زاخو سيد طه عبد الحكيم، تحدث في مقطع فيديوي عن هذا الموضوع، فلنتابع. الجميع طبعا عندي رساله مهمه باختصار ارسلها للاخوان بالاتحاد العراقي، اتمنى لهم الموفقين ان شاء الله بعملهم. اخوان احنا راح ندخل بالجوله الرابعه، ولحد الان ما نعرف شنو اليه الدوري، لا عندنا رزنامه، لا عندنا برنامج. زين كم فريق ينزل؟ اتحدى واحد حاليا بالهيئه العامه كلها بالفرق العشرين يعرف فريقين لو اربعه. يعني هذا ما صاير بتاريخ المسابقات العالميه كلها. انت ليش تفتح ثغره امامك وتخلي الناس تحكي؟ لربما باشر اربع فرق مدلله، مع احترامي لجميع الفرق، بالمراكز الاخيره.
وطلعت قرار قالت فريق ينزل، الناس راح تحكي يقول لك لان فلان فريق عنده عضو بالاتحاد، والعكس صحيح. اذا اربع فرق فقيره من المحافظات صاروا بمركز رابع وانت بعدين تنطي قرار انه اربعه ينزلون، هذه ما صايره. زين شنو اليه الدوري؟ شنو هي فارق اهداف؟ الهبوط ايش قد؟ معقوله؟ حندخل بالجوله الرابعه ما نعرف كم فريق ينزل؟ زين الفرق شلون راح تشتغل؟ طيب هذا كان مشرف فريق قزاخ يتحدث عن هذه القصه التي لم تحل بالنسبة للجنة المسابقات والنهاية المفتوحة، يعني مؤثرة، ويجب أن تعرف الفرق ما هو مصيرها بالنهاية كي تخطط استراتيجية الفريق خلال الموسم. مهند علي أجرى تداخل جراحي، مهند أصيب بالركبة، أصيب بعد أن اشترك بديلا في الدوري اليوناني، أصيب بلقطة غريبة جدا جدا تعبر عن سوء حالة الوضع الكروي العراقي في هذه الفترة. العملية الحمد لله تكللت بالنجاح، يحتاج مهند 6 أشهر حتى يعود إلى الملاعب، منا 6 أشهر يعني شهر الخامس إن شاء الله خلصان الدوري اليوناني وندخل إعادة تأهيل مهند، والله يعينه بصراحة، الله يعينه على الظروف اللي يمر بها منذ قرار الغريب بالانتقال إلى الاتحاد القطري وصولا إلى البرتغال والعودة إلى السيلية وهكذا. المنتخب الوطني هو محور حلقة هذا اليوم، الأداء المتذبذب، تحدثنا عن هذا الموضوع بالأمس في الاستوديو الخاص بالمباريات، على مستوى السوشيال ميديا تحدثنا، شارع الرياضي يتحدث عن هذه القصة، قصة المنتخب الوطني، تلخصها حوراء كري في هذا التقرير، فلنتابع. ممر يحبس الأنفاس قبل الدخول فيه، النقاط 3 أمل أدفوكات ومارفيك لتكميم الأفواه وللبقاء على الآمال في التأهل. 20 دقيقة الأولى شهدت تكافؤا في الأداء بين المنتخبين، محاولات لم تصل مستوى التهديف. في الدقيقة 22 أشهر الحكم بطاقة صفراء على اللاعب شريف كاظم. علي عدنان رغم تحليقه لم يستطع الدفاع عن كرته ليلتقطها الحارس فهد طالب. في الدقيقة 33 تعثر علاء بعلي خصيف لم يكمل تمريرة بشار لتبقى النتيجة على حالها حتى مرور ثوان معدودات، يسجل كايو هدف الإمارة الأول في الدقيقة 33. شريف كاظم حاول الرجوع في المباراة بكرة مرت فوق رأس الحارس وشباكه لينتهي الشوط الأول بتقدم الإمارات. الدقائق الأولى من الشوط الثاني استمرت محاولات علاء لتعديل النتيجة لكن الدفاع الإماراتي أبى ذلك. الدقيقة 54 شهدت هجمة من بندر خرجت بعيدا عن شباك الحارس العراقي. في الدقيقة 73 أشرك أدفوكات تغييراته الهجومية، بعدها بنصف الدقيقة سجل الهدف الأول للعراق بخطأ من الإماراتي محمد العطاس لتدخل شباك الحارس علي خصيف. ولأن التعادل لا ينفع الطرفين بقي الضغط العراقي في تقدم حتى الدقيقة 90، سجل الهدف الثاني للعراق اللاعب أيمن حسين ليتقدم المنتخب العراقي في نهاية وقت المباراة الأصلي. التهاون الدفاعي لدقائق يكلف التفريط بفوز صعب، إذ في الدقيقة 3 من الوقت بدل الضائع أحرز هدف التعادل لمنتخب الإمارات علي مبخوت. المباراة لم تنتهي، إذن المفاجآت ما زالت موجودة. في الدقيقة 5 من الوقت بدل الضائع الضياع في الدفاع العراقي شهد هجمة إماراتية أخرجها فهد، لكن تقنية الفيديو كانت أمل الإماراتيين في احتساب الهدف لأن الكرة قد دخلت الشباك في نظرهم، لكن الياباني ريوجي ساتو أنهى على آمالهم. انتهت المباراة بنتيجة عادلة للطرفين، نهاية حزينة كحزن بندر الأحباب على الهدف غير المحتسب، ليتساوى المنتخبان من جديد ب3 نقاط لكل منهما. شكرا حوار. تابعنا إذن تقرير عن مباراة الأمس، عما حدث بها، ويسعدني أن أستضيف في هذه الحلقة لاعب الدولي السابق، مدرب منتخب الأولمبي الوطني السابق، والمدرب المعروف الكابتن راضي شنيشي. مرحبا كابتن، أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لحضرتك مشاهدي الأعزاء، أتمنى أن تكون الحلقة مفيدة إن شاء الله. يعني أنا حقيقة من النوع اللي مو مقاطع لكنه مقل، صار تقريبا سنة ونص ما طالع وياك تقريبا. هذه الفترة هي فترة حساسة، أتمنى طبعا
تكون معالجات يعني وليست ويحتاج دقة بالموضوع دقة بالموضوع وأنا أشاهد صراحة أنه العاطفة تلعب دور كبير في إعطاء وجهات النظر، فأتمنى طبعا أن نستفيد حقيقة من هذه الفترة. أنا أبدي وياك بالمعلومة اللي ذكرتها بداية البرنامج، هل ترى بأنه القصة بأن تقتطع جزء من الكتاب دون كل الكتاب، يعني إبعاد رحيم حميد، إبعاد باسل جورجيس، إبعاد بعض اللاعبين، تعتقد بداية أن القصة متعلقة بباسل جورجيس ورحيم حميد وكأنما الاتحاد الجديد يؤشر على أنه هنا الخطأ؟ أنا راح أتكلم وأنطي نسب للي يتحمل المسؤولية. نعم، اللي يتحمل المسؤولية الاتحاد بالدرجة الأساس، هذا الوضع اللي يعيشه المنتخب، الاتحاد الجديد هذا اللي صار طبعا شهر. طبعا اللاعبين والكادر التدريبي الموجود الآن زين. لماذا الاتحاد؟ أقول لأنه الخطوة مالته حقيقة، رغم أنه المدرب على مستوى جدا عالي وتاريخه والسيفي مالته يعني يتمنى أي منتخب، لكن أنا أعتقد في وقت ضيق جدا يحتاج إلى وقت لمعرفة نوعية اللاعب العراقي، نوعية الدوري العراقي، المستوى حتى الذهنية والثقافة، فكان عليهم أنه يبقى كاتانيتش المرحلة اللي بعدها حتى يبدون مثل ما قال أخونا يونس لحد 2030 يلا نصعد كأس عالم، فبعدين يبدون يبنون. أما الآن أنت صعد الفريق والكاتانيتش سنتين وثمانة أشهر سوى مسح على كل اللاعبين كل الأندية ويعرف نفسه حتى الإعلام يعرفه. فأنا أعتقد الاتحاد هو يتحمل مسؤولية الوقت على أساس أنه التطبيعية كانت ترى بأنه يعني ممكن أن ننتهي إلى كأس العالم بهذا المنتخب، فلذلك بدلت كثير. لا أنا أتكلم فني، هذا لا نرمي أنه إحنا نجيب، إذا هيك نجيب مدرب نجيب غارديولا خلي يصعدنا كأس، أنا هسه مستعد أنت مستعد كلنا نسوي تبرعات نجيب مدرب على مستوى عالي حتى يصعدنا، لا حبيبي، هي ثلاثة أركان كادر تدريب وإداري ولاعبين يترجمون لك الجهود أو أفكار المدرب. الشغلة الثانية اللاعبين، اللاعبين هل هذا المستوى هو نفس المستوى اللي قدموه بالتصفيات؟ لو أتكلم على التزام، الروحية، الاندفاع، التنظيم، كانوا جيدين جدا صراحة، أكون صريح معك. شنو اللي الآن لا يوجد لاعب واحد بوضع طبيعي، لماذا؟ فإذا اللاعبين يتحملون مسؤولية، والدليل على ذلك أنه أي لاعب الآن يعني الآن العمار كل الناس تشير له بالبنان، هو ما سوى شيء رجال خارق، مجرد يلعب صح فقط ليس إلا، ما سوى شيء خارق جيد، هذا دليل يعني هو بمعنى أنه هو العمارة مجرد طبق الواجب وسوى اللي مفترض يسويه يسوي اللاعب. لأن لاعبين مستوياتهم متدنية جدا، أي لاعب الآن يبرز، والدليل على ذلك اللاعب الأولمبي إقبال زيدان إقبال أنا تابع لاعب تصرف يتصرف صح، هو مو لاعب خارق بس يتصرف صح، وعندنا لاعبين بالأولمبي يمكن أفضل من عنده بس تصرف مع عشوائي. إحنا الآن هذا الجزء الثاني، الجزء الثالث على المدرب. المدرب طبعا يحتاج وقت، مدرب المنتخب الوطني الفترة القصيرة ما تسعفه، وخصوصا مع مجموعة من اللاعبين المغمورين والغير معروفين ولا يلعبون في أندية على مستوى جدا عالي. تقصد المغمورين بالنسبة لأدفوكات؟ طبعا هذا مستوى عالي ويعتبر، فأنت جبته الآن هو لحد الآن بيتجرب، لحد الآن يجرب، وإحنا الآن نجرب له المفروض يكون أكو استقرار، هي علامة استفهام على المدرب انه لحد الان لم يستقر. زين احنا مو مستعجلين على الادفوكات، يعني هسه ما نعرف تفاصيل العقد هو والاتحاد يابا، هذه التصفيات خليها تمام، اشتغلنا على مؤسسه، اشتغلنا على هو ممكن هذا الموضوع؟ والله ليش ممكن؟ اذا هم عندهم اوقع من اربع سنوات يعني ما وقع سنه واحده، واقول له ادخل هذه التصفيات حاول ممكن نصعد. بالمناسبه لو الاتحاد العراقي متوسط عدد الاتحاد الآسيوي حتى يخلونا بهاي التشكيلة بهاي المجموعة هم يخلونا، يعني الله سبحانه وتعالى خلانا في مجموعة لا يمكن أن تتكرر بالمستقبل. الفريق الإماراتي والسوري واللبناني فرق عادية جدا، لكن صحيح منظم وخصوصا الفريق كوريا تعادلتوا أنت بالبداية، والكوري والإيراني ليس بالمستوى العالي جدا، فهذه فرصة كانت حقيقة ذهبية. الاتحاد أشيل القبعة إذا يوقع ويأدفقات أربع سنوات كأس العالم الثاني حتى يبدي يبني فريق. الآن أنا دا لاحظ حتى تصرفات الاتحاد أشوفها منطقية، إنه أنت على طول ورا كل لعبة تطلع تصرح، نبعد اللاعبين بدأوا يفقدون الاستقرار،
الذهني. هسه انا سالتك سؤال بالبدايه قلت لك وكانما الاتحاد يقول ترى المشكله ابراهيم حميد وباسل جورجيز، لو الضغط الاعلامي جبرهم هو لازم يكون اكو كبش فداء. عاده ما يكون لو مدرب عراقي كان نزاح. الان اتجهوا لمن؟ اتجهوا الى الكوادر الاخرى اللي هم اختاروهم. ابراهيم حميد ذاك اللي كابتن رحيم، وانا صراحه لو من كابتن رحيم المباراه الاولى الثانيه انا اترك، لانه انا ما اتحمل مسؤوليه. الان اذا يفوز المنتخب تعادلنا ويا كوريا العالم كلها ادفوكات، اذا يخسر الفريق رايم حميد ما كيش منطق هذا. اسحب نفسي وانا ما محتاج الشغل. انا اقول وجهه نظري انه هنالك كبش فداء في هذه الفتره. الان لا تزال الفرصه سانحه. كنت اتمنى وادعو انه نفوز في مباراتنا مع الامارات امس. ليش؟ لان في المرحله الثانيه بعض المنتخبات راح يصير لعبه تحصيل حاصل، وعندنا لعبات في ملعبنا كثيره كان تقدر تحصل فرصه التاهل سواء ثاني او ثالث. بصوره او باخرى انا اعتقد القرار طبيعي بالنسبه لنا احنا كاتحاد نزيح بعض الجو. اما اللاعبين لا، جزء من اللاعبين ما يستحقون يكون، حتى يكون لا مجامله ولا هذا جانب فني. اللاعب اللي دافع عنه مستواه وادائه داخل المباراه يجب ان يكون على مستوى عالي من الانضباط. احنا اليوم طبينا 13 بالشهر 11 لعبتنا ضد سوريا، هسه هذا الوقت لازم شنو يسوي ادفوكات اذا قال انا يبعد مجموعه من لا 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 عفوا شوف هذا الحكي العاطفي. احنا يجب ان يعني الاعلام ماخذ صراحه اكو يوهم الجمهور انه احنا احسن فريق ولازم وكذا كذا، وضغطه وضغط غير طبيعي على اللاعبين. اكو جزء من اللاعبين ما يستحقون يبقون، ليس الكل. لا يمكن ان الان اتغير الفريق 100%، لا يمكن تغيير في بعض اللاعبين اللي ما يستحقون، واضحين لاعبين اللي ادائهم غير جيد اللي ما عنده رغبه ممكن تلاحظ انت. بدون ذكر اسماء يعني انا عندي المعلومه على عدنان اول مبعدين بدون ذكر اسماء. انا بالنسبه لي متواجد كمدرب منتخب اطلع لك مجموعه من اللاعبين بس ما اغير الفريق كامل، مستحيل نجيب لاعبين. اما الان اللي حضرت السيد رئيس الاتحاد يقول اجيب الاولمبي، وين العمل المنظم العلمي المهني؟ انت هذا الاولمبي خليه مع المدرب، يحترق الاولمبي يعني اللاعب هذا حبيبي. فروقات واضحه وعاديه جدا بين الاولمبي وبين المنتخب الوطني صاحب التجربه. احنا صناعه اللاعب عندنا هي ليس بالشيء الهين، فانا وجهه نظري يجب ان نحافظ على اللاعبين اللي عندهم قابليه ينطون المنتخب الوطني لحد الان. اما اللاعبين اللي عندهم غرور، اللي متكبرين على الفريق، اللي ما عندهم عطاء، اللي صار عندهم اشباع ممكن يزيح، بس الفريق تغير كله لا. طيب هسه يعني المشكله بهذا المنتخب هو نفس المنتخب اللي كان بالتصفيات الاوليه في عمان تغلب على ايران، نفس المنتخب اللي على الاقل تاهل. هي بدت الدروب من البحرين، من التصفيات اللي صارت بالبحرين بصعوبه لعبنا ويا تايوان بصعوبه، يعني واجهنا صعوبه كبيره. هي هنا كانت النقطه المفصليه بابعاد حتى كتنج. الشيء اللي خلينا نقول عليه كل المدربين كل المعنيين انه عندهم اشاره انه كتنج ما طور المنتخب اداء، لكن تتباع النتائج. تريد المدرب يحقق لك نتائج، لو تريد المدرب طيب مستوى. انا وجهه نظري نتائج هي اللي توقي المدرب. الاداء صحيح غير جيد، وكنت اتمنى يبقى كتنج حتى تقدر تقيمه. هو بعد من شجاعه تهمه ما يهاجم، لا بس خلينا خدمك، لا واقع جدا. كنت اتمنى يبقى حتى ينكشف المدرب بالمستويات العاليه. اما المستويات التصفيات الاوليه تصفيات اغلب مدربين العراقيين اجتازوا، شفناه امم اسيا مو شفناه اللي خسرنا بها ويا قطر كان موجود كتنج. كتنج ذكي، كتنج لعب اربعه فريق خسر، رجع خمسه فريق بتوازن. فقل لك اللاعب العراقي ما يقدر يلعب بالاربع لاعبين، فاني العب خمسه، العب باطمئنان، واي لاعب يسجل لي يعني يجي هدف مباشر زين، يعني يعني مهم اي هدف انا بالنسبه لي طالب باقل خسار. يعني هو ويكمبودي احنا فايزين ثلاثه، يطلع لاعب ويزيد بالوسط، هذا دليل واضح انه شنو؟ انه ما يريد يزيد غله التهديف. فانا اعتقد يبحث عن النتائج. ليش؟ الاعلام ضاغطه، الجمهور ضاغطه، بدا يعرف نوعيه عقليه. تعتقد بان توقيت ابعاد كتنج كان خاطئ؟ خطا كبير، كان المفروض يكمل بهاي التصفيات. خطا كبير. سبب رئيسي لهذه الفوضى هو ابعاد كتنج. طيب ادفوكات مدرب عالمي، المدرب العالمي يعني بدا ويانا من شهر التاسع واليوم راح نوصل شهر 11، ما ومعسكر باسبانيا ومعسكر بتركيا، ما قدر الى الان ان يصلح بعض الاشياء، يعني الى الان بعده هو يجرب لاعبين. يعني
كنت أتمنى من خلال المعسكر أنه نجري مباريات على مستوى عالي. أنت يجب أن تلعب مباريات بمستوى فرق مجموعتك حتى تعرف أنت وين واصل، شنو نوعية اللاعبين. أنت ما تعرف اللاعبين، أنت تروح تلعب مع أندية ما راح يطوك، يعني يطوك اللاعبين مستوياتهم الحقيقي. أنا أعتقد الأوتفوكات بقى يعني خلينا نقول جاهل نوعية اللاعب العراقي، يتوقع أنه يقدر يرتقي باللاعب من خلال فكره، من خلال خبرته، وأنا أعتقد خطأ المدرب بأدواته. لحد الآن متفاجئ بمستوى بعض اللاعبين، وإذا تلاحظ لحد الآن هو ما مستقر يبدل تشكيل معين يعني. وهذا التبديل، شوف التكتيك يعني طريقة اللعب الأسلوب يحتاج له بقاء المنظومة تشتغل لفترة زمنية زين طويلة. أنا عفوا أسألك أسئلة يعني فنية حتى الناس تستفاد. هو شنو العبرة يعني من لعب شيركو ضد كوريا مدافع يمين؟ أدى شيركو طبعا عند أدفوكات ما أعرف شنو مقاييسه، أدى أو لم يؤدي؟ لأن وراها شيركو خلاص راح على الاحتياط. العمار نزله مع كوريا كان جيد، لعبه بإيران غير مكانه، أدى أو لو ما أدى ما أعرف لأن قعد خلاص. ممكن تفسر لنا شو اللي يصير؟ هذا بس هو يفسر لك ياها. أنت من تجيب لاعب وتخليه مثلا هو مهاجم أو جناح تخليه في نفس المكان ماكو مشكلة، مشكلة ماكو، أنه على أساس أنه شيركو نجح. بس أنا أقول لك هي خطأ، بس مشت نجحنا بيها. يعني الله سبحانه وتعالى ستر في مباراة كوريا لأنه نوعية مقومات اللاعب المهاجم أو الجناح المهاجم تختلف عن نوعية ومواصفات أكيد. المدافع، لكن مشت هي العملية. ودليل على ذلك الآن إحنا أي لاعب مثلا جناح نجيب اللعبة مثلا هما ما يعرف يوقف لأنه مو شغلته الرئيسية، تختلف العملية. فهو ودليل على ذلك لحد الآن هو المدير ما مستقر. أنا أقول كان عليه من المباراة الأولى الثانية يبدي استقرار، حتى لو ما عنده قناعة ببعض اللاعبين يجب أن يستقر. لكن أنا أعتقد واحدة من الأمور السلبية المشكلة على المدرب يتم التدخل بعمله. من يدخل هو أدفوكات يعني ليش ما دا يستقر؟ وكأنما تشعر بس يصير ضغط إعلامي على لاعب قاعد يقعد اللعبة الثانية، يصير ضغط إعلامي. تعتقد بأنه ممكن شخص مثل أدفوكات ممكن شخص يملي عليه؟ لا ما أعتقد. يعني ممكن يناقش المدرب يعني المساعدين يمه زملائه سواء الهولنديين أو الموجودين العراق ممكن يناقشهم يسولف وياهم، لكن ترى بالمحصلة النهائية هو اللي يضع التشكيل. يعني تريد تقنعني أنا هسه كمدرب صارت عندي على مستوى منتخب وطني وعلى مستوى أندية أتناقش مع المساعد، بس مرات يعني ألقى المساعد يتكلم بكلام غير منطقي ما أمشيها أكون صريح معك. فالقرار الأول والنهائي لأوتفكات وهو شخصيته معروفة، إحنا جبناه لأنه شخصيته على أساس صارم، شخصية قوية إنه لا. بس أنا لاحظ تشعر إنه اللاعبين نافرين، يعني اللاعبين ما مستقرين، يعني ما قاعد يلعبون وهم مستقرين ذهنيا ونفسيا. لا هو حتى أدفوكات يعني بعض اللقطات اللي شفناها بعد نهاية المباريات كل مباراة بيها خسارة أو تعادل محبط البودي لانجوج عنده، يعني قاعد على ذكر. نعم صحيح صحيح. عشان تفسر القصة هاي؟ والله أنا يعني أنا مرة يعني شو شايفك أنت متعصب مرات، بس ما شايفك محبط بلعبة اليابان. من قالوا اليابان علينا قهرنا والله ثاني هاي. أنت رحت عصب على الحكم بس ما كنت محبط، ما قاعد. اللقطة أدفوكات بعد المباراة قاعد، يعني شيء غريب. سادة العزيز، اللاعب يحتاجك كإداري وكمدرب في وقت الخسارة، في وقت مستوى غير جيد، ما يحتاجك وهو فائز. أنا أعتقد من المباراة الأولى والثانية من بدينا شوي أدائنا جيد، هنا نحتاج العامل النفسي. كان على الاتحاد الأخوة الإداري أنه يعملون على الجانب النفسي، لأن الجانب النفسي مرتبط ارتباط كبير بالجانب الفني. أنا ما دافع عن اللاعبين، أنا قلت من البداية أقول أكو لاعبين ما يستحقون البقاء، لكنه مو كل اللاعبين، لاعبين أغلبهم الآن غير جيدين نتيجة للوضع النفسي البائس بالنسبة للاعبين. طيب ذول اللاعبين اللي دا يلعبون اليوم بالمنتخب، لو قارنا ولو هي مقارنات صعبة، بس في فترة كنت أمم آسيا بعد تصفيات كأس العالم وتعرضت أيضا لانتقادات وقصص وعشنا مباريات زينة ومباريات، ذولك كان وضعهم أحسن؟ تحس يعني اسم دا تباوع تقول والله أنا لو مكان أدفوكات يمكن ما أقدر أسوي شيء ويا هاي المجموعة. فريق من الفرق اللي تعتبر في فترة السبعينات جيدة على مستوى، في الثمانينات صعدنا لكأس العالم، في التسعينات احنا كنا فريقنا كان جيد.
آخر جيل يعتبر جيل 2007. جيل 2007 يعني أغلب لاعبين إذا تسميهم كلهم لاعبين جيدين. لماذا لم يتأهل المنتخب العراقي مع هذه المجموعة الرائعة من اللاعبين؟ أكو تصفيات أصلاً متى أهنا للنهائية؟ شفت من الأولية طلع. فقصدي من العملية تأهل كأس العالم ليس بالشيء الهين والسهل. يعني أنت تقول أنا سأجي حتى لو أعدل، أنا وجهة نظري هذا واقع حال، واقع حال كرة القدم العراقية. اللي دربتهم بالتصفيات السابقة أو القبلها أفضل من ذولا سبع المجموعة. تقول عمي زين أنا كان عندي ذولاك الشباب كانوا. لا 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 شوف أكو جزء من العتب موجود. أيه؟ يعني أكو لاعبين تقريبا 7-8 لاعبين موجودين. زين. بس أنا ما أريد أتكلم تقول أنت تتكلم أداء جيد وكلام، أنا أقول في أفضل حالات المنتخب العراقي وعند النجوم ما تأهل كأس العالم. لماذا؟ أنا أقول كل ما يفوت الوقت راح يصير صعب على المنتخب العراقي، لأن الدول اللي هي حولنا كانت دول أسميها نامية بكرة القدم، ما عاد هذيك المقومات. الآن العكس بالضبط، العراق هو دولة نامية بكرة القدم والدول الأخرى كلها متطورة جدا. يعني أنت لا يمكن الآن تلحق بالفريق السعودي، وإذا تفوز عليه مرة مرات أخرى يفوز عليك. الياباني نفس الشيء، صار عندنا تعادل مع إيران ومع كوريا ومع، إذا إحنا غير، إحنا فريق غير منافس لهذه الفرق، إحنا فريق إنجازه يتعادل أو ما يخسر مع هذه الفرق، هذا دليل واضح على التعادل. ودليل ويا كوريا يعني كأنما ما أعرف صار متعادل ويا كوريا. يعني فشيء مو طبيعي. هذا جانب. الجانب الثاني، لماذا لا يوجد عندنا لاعبين على مستوى عالي في دوريات محترمة جدا؟ لماذا؟ لأن نوعية اللاعب العراقي ليس بالسابق. الآن 9 أو 8 يلعبون إيرانيين يلعبون بأوروبا. زين. الفريق الياباني أغلبه، الفريق الكوري، الفريق السعودي، السعودي اللي الناس تتكلم على عقود لاعبيننا اللي تعتبر ملاليم بالنسبة لهم. أنا أعتقد ضربت لك مثل قبل شوية، قلت لك أنا أعتقد يمكن مصروف على الدوري السعودي مليار دولار، لأنه 7 لاعبين محترفين. اللاعب المحلي ده يحتك بلاعبين ذات مستوى جدا عالي. إحنا دورينا ضعيف على الاتحاد. إذا الدور الضعيف أكيد لا ينتج لاعب، لا ينتج لاعب على مستوى عالي. لا يمكن. الأوتفكات هو تروح له قبل أسبوع أو قبل 4 أيام، تعال خلي شوف يشاهد نوعية التدريب ونوعية المسابقة اللي هي واقفة 40-45 دقيقة توقف باللعب. أنا حاسبها ستوب ووتش وحاسب. زين. أنت وايد ربط بالدوري وعندك كم، يعني أنت من المدربين اللي ما لقيت حل؟ ما تقدر تلقى حل، هي عملية عامة. أنا أقول متى ما يقل عدد الأندية بالدوري المحلي 14 إلى 12 راح تلاحظ دوري جيد، رتمه عالي، اللاعب يروح إلى المنتخب. بس عدد الفرق؟ طبعاً عدد الفرق من يقل. أنت قبل شوي قلت نوعية التدريب أيضاً. إيه. مدة التدريب. إيه صح. الـ يعني أماكن التدريب. ملاعب التدريب ما عد ملاعب التدريب. أستراليا كم فريق أسترالي؟ أسترالي دور أسترالي قارة 10 فرق. 10 أندية. أنا أقول 10 أندية 12 نادي بمستوى واحد توب ليفل عالي المستوى، ها أفضل ما 20 فريق. أنا كمدرب ألعب لي 3 لعبات بائسة، تجيني لعبة ألعب ويا جوية أو ألعب ويا شرطة أو ألعب ويا فريق يعني جيد نوعا ما، هذه ما يطور اللاعب. أنا هذا قصدي من الموضوع. أما المدربين طبعا لا أكو رقابة على المدربين، لا أكو تقييم على المدربين، لا أكو إشراف. يتعادل يضطر. لا لا أنا أتكلم من الاتحاد. زي. يجب أن تكون هناك لجنة تحاول تراقب المدربين، تراقب تدريبهم في الأندية. هاي موجودة ترى في كل الدول، خصوصاً دول المجاورة لنا. طيب هسه إذا إحنا نعرف المشاكل، ليش ضغط دائماً على اللاعبين وعلى المنتخب بأن يحقق شيء؟ أنا اللي حكيته ترى كل المشجعين، كل الناس اللي تتابعنا تعرف، يعني تعرف واقع الرياضة بالعراق. ما المطلوب أكثر من اللاعبين؟ بمعنى أنت قلت إنه هذا المستوانة نسكت خلاص نستسلم؟ لا لا ما تستسلم. أول شيء أنت يجب أن تعمل. هسه هم الأخوة أول ما أجوا وش قالوا؟ قالوا إحنا راح نشتغل 2030. أنا أعتبرها خطأ، هذا من البداية إحباط. يعني ما عندهم ثقة وين في هذا المنتخب؟ يعني لا هذا الكأس العالم ولا في هذا المنتخب ما عندهم ثقة. أنا أقول يجب أن يكون 2030. يعني اليوم الاتحاد الدولي إيفانتينو رايح لإسرائيل ويريد يقولهم تقدموا ملف تنظيم كأس العالم، أستصر بإسرائيل متأهل كأس العالم. تعال متأهل وبعدين صحيح. فقصد العملية مهمة جدا. الآن ترميم المنتخب ضروري، لا تكون هناك كبش فداء. أنا أعتقد المحافظة على جزء من اللاعبين
وجهه نظري، الاجتماع معاهم، كلام لهم كثير. نتكلم على واقع اللعبه يختلف عن واقع المنتخب الوطني الان بالوقت الحاضر. انا اعتقد كثير من يعني الفريق السعودي في التصفيات اللي مضت هم بدايتها كانت متلكئه بس عادوه، فنقدر نعيد وضعنا. يعني انا اقول لك المجموعه لحد الان لم تحسن. من مباراه سوريا القادمه بالبصره ممكن اعاده الوضع. طبعا ممكن، لكنه اللاعبين عليهم انه يقدمون نفسهم، لانه كل اللي يعملوه الاتحاد والمدرب هو ترجمته وين؟ يم اللاعبين. انا اعتقد لاعبيننا محبطين، عدم ثقه بالنفس موجوده. يعني ربما لو نعيد الهدف الاول شباب اللي سجل علينا، يعني ربما لقطه الهدف الاول كابتن تبين ما ذكرته، يعني اكو عدم ثقه، حتى عدم ثقه بابعاد الكره. ما اعرف اجى هذا كايو هذا الكره خروج. شوف انا اقول لك اللاعبين مشتتين، حتى تفكيرهم هم داخل المباراه وتفكير مشتت. عاده ما نسمع احنا سابقا المدربين الان خصوصا في المحاضرات النفسيه يقول لك يسموه الثبات الذهني او التركيز العالي. انت يجب ان تعيش اجواء المباراه حتى تنطي حالك حال الممثل على المسرح. اللاعبين تدري يفكرون بيش؟ يفكرون هذا قال هيك، هذا حكي هيك، هذا كذا، انا راح اطلع، انا راح. ما يقدر يلعب اللاعب في هذه الظروف حكي امانه. ليش انا اقول يجب ان تكون هناك اكثر من جلسه نفسيه للاعبين حتى يقدرون. اما اللاعب اللي هو ما يريد يقدم هذا بحث ما يفيد ما يفيد بالحكي. زين قصدك بانه اللاعبين اوريدي من قد ما، والدليل يعني اللاعبين يعرفون ويقرون ومتاثرين، ومرات اهلهم ياثرون عليهم، فلان حكى عليك، فلان بالبرنامج قال كذا. زين سؤال انا اسئله للاعبين. انا هسه سمعت انه انت حضرتك تكلمت عليه وقلت لاعب غير جيد. شغله الرد سهله هي بالمباراه، يعني لا راح انا اجي اسوي مشكله معاك ولا شيء. ردوا بالمباراة، لعبوا أداء جيد، قدم أداء جيد، نفس الجمهور. يا بيرد بالمباراة أنه بيأشر قص لسان ويأشر ما نفس أعرف نفس الجمهور ونفس الإعلام اللي هو تكلم عليك راح يرجع يشيد بيك، رغم أنا أقول لك أكو إعلام سلبي، أكون صريحين حتى لا نجامل، أكو إعلام حقيقة قاسي جدا صراحة على اللاعبين، لكن اللاعب إذا على هذا الأداء هو دا ينطى مبرر الناس تتكلم عليه. طيب أنا يعني الأمير العماري مرة ثانية أسألك عليه، الأمير العماري البارحة من نزل وكأنما يريد أن يرد، هاي الرسالة اللي تقصد بها مثلاً، يعني شنو قصة هذا الولد؟ حتى لأن موضوع اللاعبين وأنت مريت بها، أعتقد كانت ويا ياسر قاسم من بعض الأمور، يعني لاعب العراقي اللي يلعب خارج العراق هو مشكلته وين؟ يعني هل بتواصل رئيس الاتحاد مع عوائلهم ممكن يلقى حل للقصة المشكلة هاي؟ لا هو إحنا إذا أريد نرجع لنوعية اللاعب العراقي اللي داخل العراق ونقارنه في خارج العراق. نعم. احنا تقريبا 15 سنة لا توجد هنالك دوريات للفئات العمرية، يعني نوعية اللاعب، تأسيس اللاعب من كل جوانبه ضعيفة جدا، يصل إلى الدوري الممتاز وهو كثير من النقصات عنده. أي لاعب يأتينا، أنا ذكرت لك زيدان قبل شوية، أي لاعب يأتي من خارج وهو متدرج صحيح، شوف يختلف. بس زيدان ترى رديف مانشستر يونايتد يعني. مدرج؟ تعرفه سابقا؟ ما تعرفه. ليش انت ليش لفت انتباهك؟ لانه عنده لمسات، عنده ذكاء، تصرفه، وترى لاعب تصرف، لاعب يعرف يتصرف، هي كره القدم مواقف وتصرف، مشاكل وحلول، مشاكل وحلول، مو بس انا كمدرب، حتى اللاعب يحل المشكله. فقصدي نوعيه اللاعب العراقي انا اعتبره ضحيه لهذه الظروف. انا ارجع للتدريب، ما ابري المدربين، اتشكي امانه احنا مو مدربين، ما ابري المدرب، حتى مدربينا بالفئات العمريه عليهم اكثر من علامه استفهام حقيقه، لانه هذول اللاعبين وين كانوا؟ هم كانوا عند مدربين، عند فئات عمر، صح دوري ما موجود، لكنه وين الاساس مال اللاعب؟ زين. فانت تجيب لي لاعب يلعب الرديف مال مانشستر يونايتد اللي دوري رديف مانشستر يونايتد او الدرجه الثالثه والرابعه وافضل من دورينا، حال طبيعيه، يختلف تصرفه سلوكه، حتى الثبات الذهني عنده. زين ليش ما يستمر ليش ما يستمر ويا المنتخب؟ ليش دائما اكو مشاكل؟ لا ماكو مشاكل، شوف انا اشتغلت ويا اللاعبين الولد المحترف من الاولمبي اتذكر كان جبناهم شفناهم. انا صراحه ما اعتمد على القال والقيل، يعني انت حضرتك تقول لي لاعب زين، انطيه فرصه اسوي مباراه عندنا معسكر برا، نجيب مباراه، جبنا ياسر، جبنا احمد ياسين، جبنا اكو لاعبين شفت جربتهم اسامه غيره، بالمباراه ينكشف لك نوعيه اللاعب. صحيح هو لازم عندك يعني خلينا نقول عليه معلومات، فانا اعتقد هاللاعبين اثبتوا علو كعبهم، بعد ما تحتاج انه ترجعه مو اختبارات بعد، هذا اللاعب يثبت. واحده من علامات استفهام على المدرب انه العماري اول مباراه ويا كوريا ممتاز جدا. ليش ما ثبته؟ سؤال. حتى لو
حتى لو جبت محمد علي عبود ثبته وياه، انت على طول تلعب اثنين ارتكاز، هو عنده قابليه روح ومحمد علي عبود. انت تذكر لعبه ايران الثانيه ما خلى نفس المكان اللي كان بيه بلعبه كوريا، يعني بالتالي ضاع كانه مال عمار، بدله وبعد ما خلى. في بعض الاحيان لعبه ارتكاز على الطرف، يعني ارتكاز على اليمين قريب على مثلا بايش او قريب على الجهه اليسار وهكذا، هاي واجبات مدرب يعطيها. اللاعبين الولد اللي برا المحترفين عندهم قابليه للتطبيق، بس المدرب الجيد اللي يوجد المكان المناسب لامكانيات اللاعب. يعني مو بس العمار، هو العمار بعدين جاستن رجعه ورجع فرانس وكانه ما سوى، يعني انا جاستن ما اعرف صراحه، يعني جاستن لاعب منتج وتلعبه في اي مباراه يستطيع يلعب. ظروفه شنو الان بوقت الحاضر؟ يعني يجب الاستفاده من جاستن، يعني استفاده لان هو لاعب بدا عمره يكبر، خلينا نكون صريحين، فيجب ان تستفيد من عنده سنتين ثلاثه حتى على الاقل يعوض اللاعبين. احنا عندنا هبوط بمستوى بعض اللاعبين كثيرين. لا يعني انا اذا اعقب على ادائه، هل ادائه هو اللي مش فعله؟ يعني انا ما اعرف شنو السبب اللي رجع به المدرب. ممكن فراس بطرس اعتقد مقتنع به المدرب وجهه نظري، ليش بقى العماري؟ اعتقد ادائه هو اللي شفع له. طيب يعني انا بس ايضا امر على مباراه الامس، الحديث عن لقطه الهدف الاماراتي الثاني وتشتت المدافعين، كل لقطة طلع صفاء وأحمد إبراهيم وكأنما هاي اللقطة. نعم نعم. كأنما واحد جاي يدفع بالثاني وشوف. يعني ما أعرف. يعني عن قد عدم تركيز صفاء حجز أحمد إبراهيم. بالضبط. هنا اللاعبين أنا وجهة نظري لا يوجد هناك تنظيم، لا يوجد هناك تركيز، وبنفس الوقت القيادة. القيادة يجب أن تتواجد بالمنتخب العراقي. كل المنتخبات العراقية توجد بها قيادة، وقيادة مؤثرة بالنسبة للاعبين. سابقا أنا لعبت ويا لاعبين أكبر من عندي يتكلمون كثير بالتوجيه يعني مو ينهرق أو كذا. إحنا من جينا هم كنا نتكلم مع اللاعبين نوجههم حتى نرفع من الجانب النفسي، إذا المباراة في بعض الأحيان تفلت من يدك رحاول نعيدهم. أنا أعتقد منتخبنا الآن يعاني من جميع الجوانب حتى شغلات القيادة. طبعا هي حركة غير مقصودة. اي خلينا نعيدها. طبعا حركه غير مقصود، بس هو دليل انه يعني ما اعرف كان يباوع على الكره وما يدرب صف احمد ابراهيم. زعباله لاعب اماراتي خلي بباله. بالضبط. اي زعباله لاعب اماراتي جاي يريد يحجزه يعني، وبقى همام خل ورا مبخوت. هسه هنا ذكرنا الله يذكره بالخير هيثم كاظم، اهم ما ضغط لا بايش ولا مهاو ضغطوا على هي كانت بعد راحت المباراه. ثلاث دقائق. انا وجهه نظري النقطتين ثمينتين، يعني بحيث انت تنافس حتى على الصعود. لان انا قلت لك وترى تتذكرني المرحله الثانيه اكثر راح تستسلم، راح تطلع من التصفيات، راح تصير محطه، وانت عندك لعبات كثيره وين على ملعبك. لكنه اللي اتمنى طبعا انه ما تاخذ يعني اخذ كثير، لان هي كره قدم هي لعبه اخطاء. البارحه علي مبخوت لاعب ضيع فرص، هداف اعتقد هو الهداف يعني بعد الطلياني، ما ادري اجتاز الطلياني وضيع فرص، حاله طبيعيه، وقت تدمر من الجمهور. بس شوف ثبات الذهن عنده وقوه الاعصاب. احنا لاعبين بسهوله سلم كره بالجزاء راوه وهدوء وسجل، ورغم اكو ضغوطات عليه. هاي يفتقدها اللاعب العراقي بالوقت الحاضر. طيب يعني رد نطلع امل للناس مع كل ما حدث من سلبيات، رد نطلع امل للناس. تعتقد الان الاتحاد سيكون دوره اكبر؟ يعني حتى لو كانت هذه حتى لو كما ذكرت كبش الفداء ابعاد فلان وفلان وفلان، هذه شوي تسوي هزه، نحتاج احيانا الى هزه، حاله طبيعيه. بس اللي يتمنى انه الاتحاد ليتنصل مسؤولياته، يجب انه هو يصدق. يعني عاده انا هسه كمدرب حتى لو وبالفعل خسرنا باخطاء شخصيه ما اتكلم عن اللاعب، عاده ما اقول احنا نتحمل المسؤوليه، المدرب والاداره هي اللي تحمل النتائج. لا القي الكره في ملعب جهه معينه، فعلى الاتحاد الان يحاول يرمم الفريق نفسيا وفنيا، يعني يبعد بعض اللاعبين، يجيب بعض اللاعبين، يحاول قدر الامكان يحاول يحافظ على الاطار العام، لانه الجمهور عاطفي، الجمهور يريد الفريق يفوز. يعني انت مو كل كلمه يتكلمها الجمهور تتاثر بها، انت صير فني وصير هادئ وتحمل. المدرب والاداري اذا ما يتحمل ضغوطات ما راح ينجح. بالمحصله النهائيه
بالاخير انا وجهه نظري خلينا شوي ينتظر الجمهور، خلي شوي يهدئ، نقدر نحاسب الاتحاد والمدرب واللاعبين بعد نهايه التصفيات. انا اعتقد هذا المهم جدا. او بعد فقدان الامل، بعد فقدان الامل احسن، بعد فقدان زي. الامل خلينا نشوف احمد الحكيم اجرى لقاءات حول نفس هذا الموضوع، قصه المنتخب الوطني، ويعني القصه متكرره في كل التصفيات، فنتابع ماذا جلب لنا احمد الحكيم. صراحه يعني احنا كمشجعين يعني المنتخب العراقي وعشاق هذا المنتخب انه ما نتمنى يصعد. اي والله، ليش ما تتمنى؟ على هذا الاداء يعني ويا لبنان ويا الامارات وبالقوه نجيب نقطه، ويعني جول يعني جول واحد ثلاث دقائق ما قدرنا نحافظ عليه، تريدنا نصعد نلعب ويا هولندا ونلعب ويا المانيا ونلعب ويا اسبانيا، ايش قد يعني نخسر؟ والله الحل هسه المفروض اذا 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 عندنا يعني انسان صاحب غيره يشتغل على المنتخب يحل المنتخب كله. على رئيس الاتحاد ان يعي جيدا ان الجماهير العراقيه حاليا مفتقده الى فرحه الفوز. يجب حل هذا المنتخب نهائيا وتشكيل منتخب جديد يتالف من منتخب الشباب والمنتخب الاوروبي. بعد لك شهر اللعبه شلون تحل المنتخب؟ هذا المنتخب اصبح منتهي الصلاحيه يا عزيزي احمد، يعني والدليل البارحه يعني احنا سجلنا ورانا باربع اهداف في الامارات سجلوا هدفين، يعني هاي كارثه. انت خلال اربع دقائق ما قدرت تحافظ على هدف، شلون راح تقدر تصعد الى مونديال كاس العالم؟ لكن بدل الجهاز الفني يا اخي، عندنا راضي شنيش شنو الموضوع؟ راضي شنيش احق بتدريب المنتخب الوطني واحق ان يكون مساعد المدرب. ايوب اوديشو موجود، خلي ادفوكات يصير المدير الفني، لكن راضي شنيش هو اللي يحط التشكيله. يعني ما معقوله قامه كبيره مثل الكابتن راضي شنيش قصه كان يوم هو ضيفنا. يعني تحياتي للكابتن راضي شنيش، يعني اسم كبير يا احمد. راضي شنيش اسم كبير يجب ان يضع للمنتخب الوطني. يجب ان يكون هو ضمن التشكيله الاداريه للمنتخب الوطني. ما معقول انا يعني مع احتراماتي للكابتن رحيم حميد، يعني صار لك فتره كلش طويله، خلاص اترك المنتخب اتركه، لان الضغوط ممكن كابتن راضي او ايوب الديشو ما يوافقون يكونوا مساعدين. لا راضي شنيش اللي يوافق، وتقدرون توجهوا له هذا السؤال، وانا موجه له هذا السؤال من طريق انا وجهت له، قلت له كابتن مستعد تعمل مساعد لادفوكات؟ قال ما عندي مشكله. هوايه بس انت من تجيب الجماعه ويسوي عصابه، هاي من ايام قبل من التسعينات احنا نعرف بها عصابات بنصير بالمنتخب. والله ما لنا واحد، حتى ما لنا واثق من نحكي بالمنتخب. مع الاسف خلونا يعني من باع لعبتهم، من تابعهم، من صفق لهم، من هوس مباشر عقبه راح يجوك بالدوري العراقي كل واحد يستلم ل 400,000 دولار هو باصمه. يا الله يرحم احمد راضي وحبيب وليث وسعد 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 عبد الحميد، وهاي الاسامي لابتشين مشقق ويلعبون ويقدموا لك نتيجه. هسه 35 دوري يطلع بالتلفزيون ويوتيوب وقنوات، بس ما يعرف يطي، حسبي الله ونعم الوكيل. رايك بادفوكات مدرب المنتخب؟ حقيقه الراي يعني يتبع النتائج، النتائج غير مرضيه لحد هسه، لا مرضيه للجمهور ولا ايضا مرضيه للصحافه، الصحافه هاجمت ادفوكات وهاجمت المنتخب. يحتاج لنا يعني تعزيز ثورة 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 جذرية لإعادة تنظيم المنتخب الوطني. طيب تابعنا هذه اللقاءات ويعني شاهدنا ردود أفعال لبعض من الجمهور اللي كأنما متفق على نفس القصة. بصراحة يعني شخصيا حاولنا دائما أن نكون كفر نحمي المنتخب، بس يعني وصلت المسألة لأن البارحة بعد المباراة أكو مقطع فيديو نزل انتشر بأنه اكو جمهور كانه اعتدى على اللاعبين، وهي حاله طبعا هاي صارت مع سوريا ايضا مع الجمهور السوري. هاي هذا الفيديو يعني بس خطا، اي خطا. اقول انا وجهه نظري على اللاعب انه يتحمل، اذا ما عندك قابليه تتحمل ضغوطات الجمهور وانتقادات الاعلام وانتقادات الكل لا تلعب بالمنتخب حقيقه. والشغله الثانيه انت خلاص انتهت المباراه، روح شو شغله يسب غلط، دائما سمعنا بعدين يفوز الفريق ويتوفق الفريق رجع يسهوس لكم. اكو جزء من الجمهور كلامه منطقي صحيح، حتى انا البارحه بعثت رساله للاخ داود قلت له احنا اكو فرق اذا تصعد الكاس العالم تنكشف حتى عوراتها، فما تصعد احسن لك. يعني هذا منتخبنا حقيقه، اذا يصعد صعب 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 جدا يعني اكون. الشغله الاخرى اللي اتمناه يصير شويه يعني حل المنتخب بكامله، هو ليس علاج زين. يعني خلينا نقول عليه منطقي، لا يمكن تغير فريق كامل، هذول لاعبين اكو بيهم 24. أنا عندي سؤال بس اكو مشكله، يقول لك رحم الله امرئ جبل غيبته عن نفسه. اذا قام سال هذا السؤال مع كلام الاخ المتحدث
اللي والله ما هسه سمعته من حالي حالك سمعته وحال الجمهور اللي ويا احمد الحكيم. بس انا عندي سؤال، سابقا سئلت يا سيد العزيز بانه هل تقبل ان تعمل مساعد؟ كان عندك راي انه اذا كان المدرب مستوى عالي وكذا وكذا. اليوم المنتخب يمر بهاي المرحله، هسه اليوم اذا شالوا تليفون عليك الاتحاد يا كابتن تعال خلينا نقعد نسولف في الموضوع، هذا ادفوكات وهذا كذا سيبي مات رجل مهم وعنده خبرات ونحتاجك ان تكون معه مثل ما سابقا اشتغلوا وياك مدربين سابقا دربوك، تقبل بالمهمه ام لا؟ اول شيء مهمه الوطن اعتقد كل واحد يشرب بيها، واشتغلت انا ثانيا ويا بوره، اشتغلت ويا بوره وشوف اي بس ما طولت لا اسمح لي شوف تجربه بوره شنو مو هسه راح انا اربط لك بوره كانت 2009 بعدك بال لا لا العفو لا 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 يمكن ان اتكبر على مدرب حتى لو صار من عندي. انا من اجي اشتغل يجب ان تكون عندك انت بعض الواجبات بعض الصلاحيات، اما انت تجي يعني مع جل احترام وتقديري لكل مساعد يشتغل منتخب وطني اقعد واخذ راتب 10,000 دولار واني لا احل ولا اربط شو اسوي؟ السؤال طرح نفسي، انت تقبل تروح تشتغل مدرب مساعد ويا افضل مدرب ويا جوارديولا ويا مورينو وانت لا حول ولا قوه؟ يعني ما مثل المدرب انا اريد استفيد، اريد استفيد المدرب، المدرب الان مدرب المنتخب هو افكار خطط معالجات هاي انا احتاجها، ما احتاج تدريب ترى، عندي ملايين تدريبات الان. فقصدي اذا انت يعطوك جزء من الصلاحيات جزء شنو ممكن اكثر شنو الصلاحيات اللي تريد تتناقش وياه يعني مثلا تسولف وياه على التشكيل يعني انا الصور يعني مو يخليك تترجم لو تجيب له بس ترجم وتجيب لا لا شو اسوي بيها انا ما اعذرني صراحه هذا مو تكبر بالعكس انا اقول وجهه نظر حتى اخدمه وافيده للمدرب ونقدر نوصل انه المعلومه للاعب نقنع اللاعب وجوز يجوز يتناقش جوز ادفوكات بهالمرحله يريد واحد يتناقش وياه ترى هو بوضع يعني انا كل ورا كل لعبه راح ينجرط هذا الرجل يجوز يحتاج هذا النقل. انا هسه ما اعرف احنا ما نريد نظلم المدرب يجوز المدرب ياخذ وجهه نظر من بعض المرات المساعدين بعض المساعدين ينأى بنفسه ما ينطي العلاج لمن للمدرب او ما ينطي وجهه نظر المدرب حتى حتى ما حتى لا حتى لا حتى ما يكون بالمسؤوليه حتى ما يتحمل المسؤوليه حتى ما يتحمل المسؤوليه اكو لاعبين انا اللي اتحمل المسؤوليه انا اكون جزء من الكادر بالجزء اللي تاثير اللي مثلا كلمه حتى باختيار اللاعبين اختيار اللاعبين بالمناسبه هو اهم حاله الان يمر بها هي سلبيه تعتبر هي نوعيه اللاعبين نعم هي اللي مورطته اللي مورطته هي بالضبط فتشوف ايش يسوي ده يغير اما هذا الواجب واجب وطني كل واحد يشرب به بس انا قلت البدايه ليس فقط يعني امعه قاعد تاخذ راتب وتسافر وتجي واسمك مساعد مدرب اسمك مدرب مساعد انا ما اشتغل بشرط بان تكون لك دور يعني هسه بعض المدربين العراقيين ايه؟ يجوز ما يقبلون بهذا الكلام يقول لك انت مدرب منتخب وترجع تشتغل مدرب مساعد صحيح 100% بس في بعض الاحيان اذا احتاجك المنتخب احتاجك البلد في موقف معين ممكن تكون عامل مساعد انا وجهه نظري تتخلى عن هذه المسميات اذا انت مستعد لهذه المهمه بشرط انه انا حكيته قبل شوف نفس كلامي اللي تكلمت به سابقا هو نفسه تكلمت لك اياه شكرا جزيلا كابتن ممتن لك شكرا على حضورك الله يسلمك وايضا لكم شكرا تقدير مشاهدينا يوم غد الساعه 10 صوت الملاعب الى اللقاء